إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. شعب الإيمان. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون شعبة، في رواية الإمام مسلم. وفي رواية الإمام البخاري: بضع وستون شعبة أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. وفي البخاري: والحياء شعبة من الإيمان. هذا الحديث النبوي الشريف منهاج حياة، فما ورد في كتاب الله العزيز في وحيه الطاهر تأكد في السنة النبوية. في الوحي الثاني ربنا قال في سورة الإسراء في الآية التاسعة: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. في مجال الإيمان فالقرآن هو الذي يعرفنا برب الأكوان جل جلاله، كما في سورة فصلت في الآية 53: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. وفي سورة الجاثية آية 18: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. ويهدينا القرآن سواء السبيل في مجال العبادة، كما في سورة الذاريات في الآية 56: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وفي سورة الأنبياء الآية 25: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وفي سورة الأنبياء الآية 92: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. وفي سورة المؤمنون الآية 52: وأن، وفي قراءة وإن، وأن وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. ويهدينا القرآن في مجال الأخلاق لما هو أقوم، وفي مجال الشريعة في ضبط سلوك الإنسان، في ضبط معاملاته، في ضبط علاقاته مع الناس، في تجارته، في أعماله المدنية، في مجاله الاجتماعي، في جميع المجال الاقتصادي والمالي، في مجال المال والأعمال. فالشريعة ضابطة لحركة الإنسان في جميع مناحي الحياة. النبي صلى الله عليه وسلم يبين في هذا الحديث الجامع وقد أوتي جوامع الكلم أن الإيمان بضع وسبعون أو وستون شعبة أعلاها لا إله إلا الله، لأنها أصل كل خير. جميع الخصال، جميع الأعمال، سواء كانت أعمال القلوب أو أعمال اللسان أو أعمال الجوارح، منطلقها من الإيمان بالله جل جلاله، لقوله تعالى في سورة البقرة في الآية 256: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. أستغفر الله لي ولكم وهو الغفور الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله خاتم النبيين وإمام المرسلين. وهذه الخصال يمكن نوزعها إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول ما يتعلق بخصال أو بأعمال القلب، فالقلب وسلامته هو أساس الفوز والنجاح، لقوله تعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فمن أعمال القلوب التوكل على الله، حسن التوكل على الله، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. الإخلاص، والإخلاص محله القلب. قال تعالى في سورة الأنعام في الآية 162: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وفي سورة الكهف في آخر آية: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فصمام الأمان يكمن في الإخلاص، والخلاص في الإخلاص. من أراد النجاة في الدنيا، من أراد قبول العمل، عليه أن يخلص العمل لله جل جلاله. أعمال القلب كثيرة، من توكل وإخلاص وصفاء قلب، الصفاء من الأحقاد والضغائن والكره للخلق للناس، كل ذلك مطلوب. فمن ربنا قال: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ثم نأتي إلى أعمال اللسان، واللسان هو الذي يترجم أفكارنا ويترجم مشاعرنا ويعبر عن أفكارنا ويعبر عن أهدافنا ومقاصدنا. اللسان هو الترجمان، لذلك ربنا قال: وقولوا للناس حسنا. وقال الله تعالى في سورة إبراهيم: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، إلى أن قال: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. الذكر باللسان مع حضور القلب، كما قال ربنا عز وجل، قال: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. فأعمال اللسان كثيرة. وهناك أيضا صنف أخير، وهو أعمال البدن، أعمال الجسد. هذا الجسد وهو نعمة من نعم الله علينا، لابد أن نسخر هذا الجسد فيما يرضي ربنا جل جلاله من صلاة وصيام وحج وعمرة وأعمال خيرية. أمرنا بالقيام بها، أمرنا بإعمار الدنيا، أمرنا بخاصة أمة الإسلام، هي مسؤولة ومسؤوليتها أمام الله كبيرة، شرفها الله وكلفها في الوقت نفسه. والدليل في سورة البقرة في الآية 143، حيث قال ربنا عز وجل: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. الأمة الوسط للدين الوسط، الدين الوسط، الأمة الوسط، وسطية في الفهم، في المنهج، في الفكر، في التفكير، في التعبير، في التغيير، في جميع المجالات. وكذلك جعلناكم أمة وسطا. شرف الله هذه الأمة بأن جعلها الأمة الوسط، التي تشهد على الناس، تشهد على النبيين السابقين، تشهد على الأقوام السابقة، هل آمنوا أم كفروا، هل كانوا من الطائعين أم كانوا من العصاة. هذا شرف ما بعده شرف. ويأتي النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي يشهد علينا جميعا، كما في سورة النساء الآية 41، لقوله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. أعود إلى سورة البقرة 143: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. لابد أن نسخر هذا البدن للإعمار، لإعمار الدنيا، لإعمار الحياة، لبناء حضارة تزرع السلم والسلام، لا تزرع الحروب، ولا تزرع الفتن، ولا تزرع الهموم، بل تزرع الأمل ولا تزرع اليأس. كل ذلك من مسؤوليتنا جميعا، ونحن أمة الإسلام التي اصطفاها الله عز وجل
على سائر، ولكن في الوقت نفسه شرفها وكلفها بأداء واجبها أمام البشرية. فإذا اجتهدت الأمة في تحقيق ما تستطيع حقق الله لها ما لا تستطيع. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم خذ بأيدينا أخذ الكرام عليك. اللهم استرنا في الدنيا وفي الآخرة. اللهم زدنا إيمانا وتقوى ويقينا. اللهم زدنا ألفة وأخوة ومحبة وسعادة. اللهم غير حال أمتنا إلى أحسن حال. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة. قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. استووا استقيموا ارحمكم الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك، ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إذا جاء نصر الله والفتح، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفره، إنه كان توابا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.